معكم وين ما كنتوا في أي جهة. نقلوا الأخبار ونتابعوا آخر المستجدات. أخبار ما تسمعها كان في 24 ساعة في تونس. من الاثنين للجمعة من الأربعة للخمسة متاع العشية مع جيهان بن عبدالله على EFM أحلى راديو. صيف 2020 في 90 دقيقة مع وائل دوكابري على EFM أحلى راديو. وظيفنا وليد الجلاد عن تحية تونس. يا وليد شنو الأخبار اللي بلغتكم من قصر قرطاج بعد لقاء الغنوشي وسعيد؟ هاني باش نقول لك أما بربي باش نعطيك آخر تجاوزات. اليوم البرلمان اليوم والآن يعيش في تعسف في استعمال النظام الداخلي. فما برنامج مقدم اللي هو الـ 116 المرسوم الاتصال السمعي البصري اللي يخص الاتصال السمعي البصري. فما مشروع صادق تاع الحكومة وتحال البرلمان اليوم نورمالمون تصير مكتب المجلس ويحيلوا الى جلسة عام وفي اولويه نظر واستعجال نظر. ايش يعمل سيراج الغنوشي وسي حبيب خضر هو الرئيس الفعلي للبرلمان الحقيقه؟ ايش يعمل؟ قال لك لا يلزم يقعد 48 ساعه. وعلاش هذا يعمل فيه؟ باش اليوم لجنه التشريع العام تجتمع على المبادره نتاع الكرامه كتله ائتلاف الكرامه باش تتعدى في امام المكتب تتعدى كتله ائتلاف الكرامه المقترح قبل مشروع الحكومه. معناتها شوفوا وين وصلنا. هذا اليوم فجزء باش ما نزيدوش خلط على اللخط اللي عند الساده المستمعين والمواطنين عامه. الفصل 116 اللي شنو ائتلاف قانون ائتلاف الكرامه باش يشرع النسمه والزيتونه والقنوات الغير قانونيه باش يشرع لها البث والتواجد وتولي واضح. تولي العبث. شوف العبث بالدوله ومؤسساتها. شنعملوا وقت اللي فما حكومه وزرتهم صادقوا عليها وزرت حركه النهضه صادقوا عليها معناتها مرسوم القانون باش يتنظم الهيكل الناس كل ننتظروا فيه. وقت اللي يصير يتعدى المجلس النواب وفي استعجال نظر لا ما نعقدوش المكتب معناتها ولا المكتب ينعقد على ضوء اهواء ائتلاف الكرامه والا قلب تونس ولا حركه النهضه. هذا كيفاش قاعد يتسير المجلس؟ واضح هذا المسار اللي حكينا فيه في اول حصه. فما المسار البرلماني ونحن نحكيو على المسار الحكومي. اليوم الناس تحب تعرف شنو اللي صاير بين قرطاج القصبه وباردو. نذكروا اللي رئيس البرلمان كان زار قيس سعيد رئيس الجمهوريه نهار السبت ويقولوا انه اتخذوا موقف موحد رفع ايدي على تقريبا ياسر الفخفاخ يعني ولا صاحب البساط من تحته دعوته للاستقاله. هذا كان حب والا انه يتم اقالته تتم الاقاله مباشره. الاخبار هذا بلغك ولا انا بلغني؟ لكن اليوم نعيش مرحله العبث بامتياز. خليني اقول لك لا رئاسه الجمهوريه لقاء بين رئيس البرلمان او رئيس حركه النهضه ورئيس الجمهوريه لقاءات الكل تخرج بيان رئاسه الجمهوريه حول فحوى اللقاءات ولو تعم لقاء هذا لم يتم تعامل معه بنفس الطريقه اللي تمت في اللقاءات السابقه تقريبا في الاسبوع هذا تقابلوا مره ولا مرتين. وكل لقاء يجمع السيد رئيس الجمهوريه بالسيد رئيس البرلمان كان تخرج الرئاسه بيان رسمي. ما شفناش لحد اليوم لحد هذه اللحظه ما شفناش بيان من رئاسه الجمهوريه حول هذا اللقاء. ينجم يكون محرج رئيس الجمهوريه حول هذا نحكي لك احنا نتعاملوا مع السياسه ماناش كما قال سفيان المره الاخرى قال ما نضربوش في الخفيف. معناتها ماناش نحكموا على النوايا قاعدين نتعاملوا مع ما هو الموجود. اليوم تقول لي نستعجلوا الانطلاق في مشاورات حول تشكيل حكومه قادمه ورئيس حكومه قادم. معناتها كيف اللي شخص مازال حي واحنا نحكيو كيفاش ندفنوه بالضبط. لا وعطى لنفسه شوفوا يقوم بالمشاورات حتى على كيفاش على مستوى الاخلاق السياسيه. اليوم شخص موجود وانا نحكيو كيف مش كيفاش نورثوه كيفاش ندفنوه. اليوم فما دستور يقول لك وصل روحه سي وليد يقول لك اعرض يا اما لائحه لهم فما اليات دستوريه. علاش ندخلوا البلاد في حاله ارباك؟ اليوم المؤسسه العسكريه تشوفوا في تطاوين ايش قاعده تعاني. تشوفوا كذلك المطالب الاجتماعيه في كل المناطق. تشوفوا المؤسسه الامنيه. تشوفوا التهديدات الارهابيه. واليوم الناس المسؤوله تعبث بالبلاد. هل اليوم البلاد في وضع باش نحكيو على طرق غير دستوريه؟ ما اعطاك الدستور والنظام الداخلي يا اما اعمل لائحه لو شنو تبدا من انت باش تبدا المشاورات؟ شكونك انت وشنو هي سيفتك باش تبدا المشاورات تشكيل حكومه؟ لا عندك السيفه القانونيه لا الاهليه الدستوريه حتى كرئيس برلمان تفوضك حركه النهضه باش تتكلم باسمه داكور مشاورات مع شكون؟ شنو مشاورات؟ انت يستشيرك رئيس الجمهوريه كالزم ويستشيرك المنظمات في اطار حزبك تستشير تفضل. لكن دستوريا واضح كيفاش تعامل
مع موضوع رئاسة الحكومة، يا إما الفصل 99 السيد رئيس الجمهورية إذا كان مع 90 في رئيس الحكومة يعرض ثقته للبرلمان، يا إما لائحة لوم كان حزب حركة النهضة يتحمل مسؤولياته ويمشي في لائحة لوم حسب الفصل 97، أو رئيس الحكومة يعرض ثقته للبرلمان أو يستقيل أو يقدم استقالته. هذا أما اليوم نقرأ بيان لأنك مش تغطي على مشاكل داخلية في الحزب وطريقة تصويتك تعبث بالبلاد، هذا ماهوش مقبول. اليوم حركة النهضة تعيش في مسائل داخلية، شبيك ما أنت تحب تطرح الثقة هذه؟ علاش ما طرحتش وزرتك؟ علاش ما طلبتش من وزرتك الاستقالة؟ مثلا اليوم هاو يقولوا سيد عبد اللطيف المكي ضد هذا الشيء، استقبلوا سي عبد الكريم الهاروني بعد درجين. وقت اللي افاق تونس حبت في حكومة السابقة حكومة يوسف الشاهد حبت تخرج طلبت من وزرتها الاستقالة، فما شكون قال لا وفما شكون لا. انت علاش ندخلوا البلاد اليوم بربي الوزارات الساده الوزراء كيفاش تحبهم يخدموا؟ الاداره التونسيه كيفاش تحبها تخدم؟ نحكيو على ازمه اقتصاديه خانقه، ازمه اجتماعيه خانقه، تهديدات ارهابيه، تهديدات امنيه، وناس تعبث بالبلاد بالطريقه هذه ولا حل دستوري. معناتها هل البلاد اليوم تتحمل الوضع، تحمل مسؤوليتك في حركه النهضه وقدم لائحه لوم في رئيس الحكومه، اما تجي تقول مشينا لمرحله اخرى انطلاق مشاورات في حكومه قادمه اكثر من ارباك هذا، فما ارباك للدوله ومؤسساتها اكثر من ارباك هذا. تعرف اذا كان مش في حاله فراغ، اتعس من حاله فراغ. اليوم رئيس حكومه ووزراء ما يعرفوش رواحهم، غدوة شنية مشاوراتهم، وتتكلم باسم رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية ما خرجتش بيان المخلوفي. هل هذا وليد إذا كان هذا مش عبث، من شنو العبث؟ إذا كان هذا مش إرباك للدولة مؤسساتها، شنو إرباك؟ سي سفيان المخلوفي عامل التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية.